جزء. الفيلم هذاك تقريبا 1,000,000 تونسي شافوه وقتها، ولكن القيمة اللي وصلت لجيب المنتج، ثم شوية طلع الميكرو شوية نحس فيه، القيمة هذيك ما تفوتش 100,000,000، والفيلم سوى فوق المليار، نحكي بالمليمات، يعني دخل تقريبا 100 مليون، وهو سوى 1 مليار الفيلم. يعني في أحسن الحالات، في أحسن الحالات النجاح المنقطع النظير بتاع فيلم تونسي في السوق التونسية وقت كانت الصالات موجودة، هو دليل على فشل السينما التونسية في السوق. مش معناتها فشل، معناها ما تنجمش تعمل على السوق باش تعمل أفلام. معناتها السوق في أحسن الحالات دخل عشر التكلفة متاعه. شكون المنتج اللي مش يحط 9 أشهر من جيبه؟ وهذا العشر هذاك ما يجيكش من الأول حتى يخرج الفيلم وحتى ينجح وحتى يجيب جمهور، وانت عارف عليش باش يجيب. إذا كان جاب 100,000 متفرج يطلع خاسر، لأنه السوم متاع الكوبي والسوم متاع الزافيش والسوم متاع الاسباس بيبليسيتير ألوي هذوك الكل، ولي بوندانونس والتصاور وإلى آخره، هذوك الكل يسواو برشا فلوس، برشا 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 فلوس. وباش تخرج فيلم يلزمك تنظم حاجات، يلزمك تعمل دي غالا، يلزمك تعمل كونفيرونس دو بريس، يلزمك تخلص اتاشي دو بريس. يعني المصروف نتاع تخريج فيلم توا في وقتنا الحالي مينيموم 50,000 دينار. معناتها يقول لك المنتج انا نخرج في الفيلم هذا باش نخسر 50,000 دينار وما نرجعهمش منين؟ دونك السينما التونسية هي سينما ما عندها السوق، والسوق في السينما مربوطة بحاجات مضبوطة. مثلا الأسواق متاع السينما مربوطة باللغة متاع الفيلم. لو أنت تعمل فيلم بالفرنساوية تنجم تلقى منتج مشترك فرنساوي يقول لك أي الموضوع يهمني، أما كي تعمله بالفرنساوية تلقى ممثلين فرنساويين وأصلهم عرب، هما بير لكن تعرفوا في فرنسا، كي يقولوا جمال ولا برشا جماعة تعرفوا، اللي تنجم تلقى تمويل مسبق من عند كانال بلوس ومن عند فرانس دو ومن عند تي اف ان إلى آخره، تلقى ممكن هذايا. وحتى كي تاخذ دعم ثقافي، أنا كي ناخذ دعم ثقافي ناخذه من عند السينما دي موند اللي كانت قبل اسمها لفون سود، معناتها ما يعطي كان للأفلام اللي ما هيش تتكلم فرنسوية. هذا من الدور اللي تلعب فيه فرنسا في الثقافة في العالم، راهو دور كبير برشا. معناتها هي البلاتفورم متاع الأفلام متاع العالم اللي ما تلقاش دعم في فرنسا، تلقى شوية، تلقى حويجة اللي تعاونها باش يكمل التمويل. كي تبدأ أنت تتكلم بالفرنسوية الفيلم يولي ياخو من عند السي ان سي سنتر ناسيونال دي سينما، ويولي يتسمى افونس سور ريسيت، ولو انه الافونس هذيك ما ترجعش، خاطر تنجم البروديكتور يعمل دي فري جينيرو حاجه ما تصورهاش والمصاريف والجو، نجم يعمل حتى دي فوس فاكتور الى اخره. المهم السي ان سي يعطي وما ياخوش. منين ياخو؟ منين يتمول؟ يتمول من لي تاكس سور لا بيتري، انه في لي ريسيت بتاع الصالات كل فيلم عنده اون تاكس على التيكي، ثم تاكس. الى درجه مراقبه في الشيء هذا شديده، مش كيما هنا، هنا ما عندناش بياتري اونيك، مولا صاله يطبع قد ما يحب ويقول دخلوا 100,000 وهما دخلوا 200,000 باش ما يخلصش الفيسك، وديما يطلع خاسر. علاش؟ خاطر ماش بياتري اونيك. في فرنسا ولا في العالم الكل تساكر كل معروفين قداش كل يوم تباعوا تساكر في كل صاله، الى درجه انه مخرج نتاع الفيلم يجي يحب يشوف الفيلم لازم ياخذ تيكي، والتيكي اللي ياخذه ويمشي للجيشي يعطيوه تيكي نتاع المخرج، حاطين دي تيكي ريزيرفي لي مومبر دو ليكيب ولا الناس اللي شاركت في الفيلم ولا ضيوف ولا حاجه، ومعروف يعطيوه التيكي هذاك
لكن كل واحد يدخل ما نجمش انا ندخل معايا بنتي باش تشوف في المويه الا ما ناخذ لها تيكي. والسي ان سي يعطي اكثر برشا فلوس كي يبدا الفيلم بالفرنسي ياخذ برشا فلوس، ساعات النجم ياخذ حتى التمويل كامل. هذاك علاش قلت لكم اللي انا داخل بقباحه مع دارنا ومع الدنيا وما فيها، انا جاي باش نعمل السينما في بلاد ما فيهاش سينما، يعني ما فيهاش تمويل بالسينما، ما فيهاش تمويل من لي ريسيت دو فيلم، ما فماش، وما ثماش منجين. معقول ما ثماش منجين؟ المنجين ما نجم يكونوا الا ناس مش تخدم بالفلوس اللي لقات، ما هيش باش تحط من جيبها على خاطر ما السوق يرجع، لكن قوتها ان تلقى فلوس. ما عليناش، طولت عليكم شويه، مي سي توجور بيان دو ديكوفرير كيك شوز. بالنسبه لي انا كانت صعوبه كبيره برشا انه كنت في الحبس ومش نقدم دوسي باش ناخذ دعم من الوزاره على فيلم. ولات في دماغي على الاول، وخاصه في الفتره اللي انا في الحبس ودم ما خرجت، حاجه ما نتصورهاش، مانيش باش نعمل افلام. رقدت في الخط. اش معناتها رقدت في الخط؟ مش معناتها بدلت افكاري، لا لا، رقدت في الخط معناتها نسيت في روحي. مشيت نخدم في الافلام الامريكيه والايطاليه والفرنسويه وحتى المصريه اللي تتعمل في تونس كمساعد مخرج. خدمت كمساعد مخرج يجي في 20 فيلم، 7 سنين نخدم مساعد مخرج، وكنت مطلوب برشا كمساعد مخرج على خاطر نورمالمون في العمر اللي انا فيه وقتها وفي العام اللي خديت فيه الدبلوم، نورمالمون اللي كيفي ولو مخرجين ولا مديرين انتاج ولا منتجين، ما قعدوش مساعدين. سكيفي لقيت روحي انا احسن واحد في المساعدين الموجودين وقتها ومطلوب، وخدمت بالكدا بالكدا بالكدا. ولكن ثم حاجه كانت باهيه وقت بورقيبه، ثم برشا حاجات باهيه وقت بورقيبه رغم اللي انا كنت ضد ورمانا في الحبس. انا معناتها نقدروا برشا على عمل للمراه، الحق بالنسبه لي انا حاجه ديما كنت نامن بها ونعتبر اللي هو من الناس اللي تشجعوا باش يعني ساهموا في بناء المرأة الجديدة. أنا كي نشوف بناتي توا لتروزيام، وكي نشوف البنية اللي قرات لنا شعر حاجة مهولة فريمون برافو، جو سوي تري 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 كونتون دي ديكوفيرت كو جي فات سو ماتان. وهما اللي باش يواجهوا الخطر اللي عاشته البلاد، هما من غير ما يختاروا وحدهم، هما في الواجهة على خاطر مش يجاوبوا عليهم وهم مش يلقاو رواحهم في حالة دفاع عن النفس. يعني الحاجة اللي حبيت نقولها وقت بورقيبة كانت اللجنة اللي تدعم الأفلام هي مكونة من ناس، جزء ليز اوفيسيال من وزارة الثقافة، من وزارة الطفولة والأسرة ولا حاجة هكا باش تشوف تماشي حاجة تمس الأطفال ولا تمس الطفولة، من تلفزة تونسية، ساعات مامون جابوا حد من الشريعة وصول الدين وبعد اللي احنا رفضنا ما عادش نحبوه يحضر بالحق. ولكن الاخرين الكل في اللجنة تلقى جمعية السينمائيين، جمعية النقاد، جمعية الموزعين، جمعية المنتجين، جمعية نوادي السينما، جمعية السينمائيين الهواة، جمعية الفنانين، يعني الأغلبية ينجموا يكونوا كلهم ما مش أوفيسيال، وكل جمعية تختار العنصر اللي تحبه باش يدافع على المشاريع. وساعات ساعات هو بيدو يوريك المشاريع للمكتب نتاع الجمعية نتاعو، قل شنو رايكم. جات الفرصة أني أنا وأنا نخدم في الأفلام الأمريكا، النهار كل نخدم تقريبا 12 ساعة ولا 13 ساعة، نروح باش نرقد ما نرقدش، على خاطر أنا مسكون بحاجات نحب نقول، مسكون معناتها أنا ما اخترتش السينما كوسيلة نجاح
وإلا باش نولي مخرج وساعات يقول لي شبيك ما تخدمش مع الكتاب. يا ولدي أنا عملت سينما باش مش باش نكون مخرج، أنا عملت سينما باش نقول اللي نحب نقوله، عندي ما نحكي. طلبتك أنا باش تجي تعمل كتاب على الفيلم تاعي، تجدم الفيلم تاعي؟ لا ما طلبتكش، وعلاش أنت تطلبني باش ناخو حكاية الكتاب اللي يولي فيلم؟ راهي عملية اتوجدت في عالم فيه سينما تجارية، والكتاب كي ينجح يولي عنصر من العناصر اللي تمشي الفيلم، وهو في نفس الوقت ثم أفلام قليلة نجم نسمي لكم منها ما كان تحبوا، اللي الفيلم ما أساءش للكتاب تقريبا، بصفة عامة الفيلم يسيء للكتاب، لأنه الكتاب فيه ما يمكن من عملين ثلاثة أربعة أفلام. كي أنت تأخذ فيلم وترد كتاب، أنت مفروض عليك أنك تقلل من برشة حاجات، تنقص من الشخصيات، الشخصيات ما تعطيش ما عندكش الوقت أنت باش تتعمق في الشخصيات كما متعمق الكتاب. دونك الشيء اللي ساكني بديت نكتب، كتبت سيناريو وطيشته، اعتبرته أنا هذاك تعلمت عليه، جيت نقرأ فيه نلقاه ياسر إيديولوجي. وقتها ما زلنا مسبوغين، راهو الفو متر ساد دون لو كونتكست لير دو تون. انا تشديت عام 72 وخرجت عام 79، لا 73 79 يعني، وانا متربي في مي 68 لي زاني 60. هذا سي فريمون ليبوك اللي اليسار قوي فيها ومظهر ما تبدلتش، وكان اليسار اللي احنا منه كان مهيمن على الجامعة التونسية بصفة تقريبا تامة، الريونمون تاعو كان قوي برشا برشا. أسعفني الحظ أنه الناس اللي تمثلها الجمعيات كانت في اللجنة دعمت المشروع متاعي، واخذا بأغلبية صغيرة الدعم، ولكن ممثل الوزارة عمل تقرير للوزير قال الفيلم هذايا راهو اللي عمله راهو إنسان كذا وراهو ها ها. صار تقرير، عيط لي الوزير قال لي شنو اللي تعمل فيه؟ قلت له أنا استعملت حقي كمواطن تونسي موجودة فيها الشروط اللي تطلبها دوسي في لجنة الدعم، عندي الحاجات اللي مطلوبة الكل عندي، شنو اللي يمنعني؟ أنا تشديت الحبس ما تشديتش على سرقة، تشديت على أفكاري. هو في الحقيقة عندهم حق، على خاطر الفيلم، وأنا ما اخترت باش نعمل الأفلام إلا لأن فيها جزء أفكار. السينما اللي يحب يعمل دراسة في السينما راهو النجاح والفشل متاعو ما هوش مادي، إذا وصل لي عيش من السينما بوبي ويعطيه الصحة. أنا مثلا هنا نعتبر اللي أنا نجحت على خاطر نعيش من السينما، تو نفسر لكم كيفاش. اللي يلزمه يعرف اللي باش يعمل السينما مش أنه يلزمه كذا فلوس باش يعيش، لا، ما يخمماش هكا وما يقيسهاش هكا خاطر باش يغلط وما يلقاش روحه، ونجم يخدم فيلم وينجح وبعد اللي يقعد 10 سنين باش يعمل فيلم بعده، وعشرين سنة ثم اللي قعدوا 20 سنة. يلزم يكون أولا عنده عالم داخلي. تعرف ما أنت عنده عالم داخلي؟ ما أنت هو مسكون بالشخصيات متاعه وبالحكايات اللي حب يحكيهم، لدرجة اللي وقت اللي تشوف الفيلم الناس تعرف الفيلم شكون عامله من غير ما يقولوا لهم، يشوفوا حتى جزء منه يعرف. عندنا في تونس ناس مسكونين، مثلا ناصر خمير كي نشوف لقطه من افلامه ونعرفها متاع ناصر خمير، لانه عنده اسلوب وعنده نوعيه وعنده طريقه معالجه وعنده عالم متاعه وحتى الشاعريه متاعه هو. انا عاوني السجن اني اعدت بناء شخصيتي وبنيت عالم داخلي، على خاطر في السجن الحياة ماشي في السجن،
اللي عايش في السجن هو مرتبط برشا بالخارج في دماغه، وهو عايش في عالم داخلي حاطط فيه الناس اللي تهمه في حياته، والا اللي يحلم بهم في حياته، اللي فانتازم. ها تما ناس تحلم بهم، معناتها تحس روحك تحب طفله. نحكي في الشباب هذا كلنا، اعتبروني شاب توا، يعني نتكلم كاني شاب، نسالش كيما في السينما. تنجم انت في الحبس تعيش قصة حب خيالية مع حد موجود وهو ما يعرفش، خاطر لازمك تعيش. كيفاش مش تعيش؟ لازمك تعيش، تعيش بشخصيات خيالية. لا، تنجم تكون شخصيات موجودة في عالم مش تونسي، لكن تنجم تكون حتى تونسية وحتى تعرفها، لكن الشخص مش ضروري يعرف. معناتها تعيش عالم داخلي، تبني عالم داخلي، شخصياتك تنتمي لها العالم الداخلي، تعطيه مقومات وتعطيه مبادئ متاع حياة، تعطيه نظرة للعالم. نظرة للعالم مهم ياسر، النظرة للعالم راهو بالنسبة اللي يحب يعمل سينما، لأنه في كل فيلم مش يبني شخصيات تنجم تكون فيها شخصيات مؤمنة وشخصيات مش مؤمنة. ممكن، علاش لا؟ أنا عملتها في صفيح دم وحكموا عليها بالقتل وإلى آخره، هذايا من عام 90، ولكن الشخصية ما تنجمش تكون إلا هكا. معناتها فكرة النظرة للعالم هي، باش نفسر لكم في كلمتين اش معناتها نظرة للعالم. مثلا نظرة للحياة، ماذا يوجد قبل الولادة وماذا يوجد بعد الموت، كيفاش تفسرها بالنسبة للشخص مش يتولد ويعيش ويموت، اشتم قبل ولادته في نظره هو، واشتم بعد موته. هذا تابع من المبادئ متاع نظرتك للعالم. نظرتك للعالم منين كيفاش توجد العالم هذا؟ نجم تكون تقول انت انا نطبق اللي يقوله القرآن. توا في الغرب ما يقولوش نطبق اللي يقوله البيبل. في الغرب ما عادش يامنوا بآدم وحواء، انتهى، تجاوزوه، لأنه عندهم يعني أدلة علمية أنه ما نجمش يكون آدم وحواء هما أصل البشر بالنسبة لهم. بالنسبة لي نحن ما زلنا في الحكاية هذه، معناتها نمشيو على النظرية متاع آدم وحواء. كيف معناتها تلقى برشا ناس ما يمنوش بالجنة والنار، يقول لك هذيك فكرة للترغيب والترهيب، ما هيش موجودة، ما تجمش تتحقق. على خاطر كيف تسألهم علاش، مثالش ندخل في الحكاية هذه، ما قلقهمش، كي تسألهم علاش يقولوا لك على خاطر أنا بالنسبة لي الإله ينجم يحطنا في الجنة لكن ما نجمش يحرقنا. أنا نامن بإله، إذا كان باش تقول لي يحرقني خاطر أنا ما جيتش موافقه، ما عادش نامن به. لو أنا نامن به هذا باش يحرقني، ما هوش إله، ولا ما يحبنيش، ما يحبش البشر. يقول لك ما هو خاطر أنت أخطأت، إيش بي أنا كي أخطأت مع بن علي، أنتم ما جيتوا ضد بن علي كرماني في الحبس. هذا هو المشكل، مشكل كبير ياسر. معناتها نقبلوه ولا ما نقبلوهش؟ نقبلوه على البشر، نرفضوه على البشر ونقبلوه الإله. نجم ترفضوا على البشر وترفضوا على الإله، لأنه الإله أنت مش في الحاجات هذه تفسروا بطريقتك، لأنه النص يقبل التفسير. النص يقبل التفسير لأنه ما فيش ولا دليل اللي يفسر بالضبط كيفاش موجودة الجنة وكيفاش موجودة النار إلى آخره. وهذا ما خلى رسالة الغفران تكتب، وإلا نحس اللي ثم ناس بدأت تقلق من الحكاية. اللي حبيت أقول لكم أنه النجاح والفشل بالنسبة للسينمائي هو مرتبط بالثقافة والفكر، ما هوش مرتبط بالمال. وفي إطار الثقافة والفكر أنا نخلي كذلك الجوائز اللي يأخذها والاعترافات والاعتبارات اللي يأخذها من العالم في المهرجانات، هذاك مهم برشا. لكن
بغض النظر عن أن فيها فلوس ولا ما فيهاش فلوس. وهذا مهم برشا. إذا كان يولي الهاجس هو مالي، مش يولي تجلبه مثلا الأشياء أنه يمشي يعمل، يحب يعمل فيلم في مصر باللغة المصرية. وهنا أنا صارت لي حكاية مع السينما المصرية، يعني في وقت من الأوقات في السجن قريت الثلاثية متاع نجيب محفوظ، ومع أصدقائي عملت لها تحليل، فسرتها على مستوى الكتابة والأسلوب إلى آخره، مغروم بالحكاية هذه. ومن الجملة السكرية قلت هذه تشبه ياسر للوضع متاع تونس، لأنه فيها مثقف في مفترق الطرق، وفيها شخصيات جديدة ما كانتش موجودة في المجتمع أو ما كناش نحكيو عليها، كما أبناء الأخوة. ناش تسمعوني أنا خطرة ما نشوف حد أنا توا. دكور أوكي علي. دونك حبيت نعمل الفيلم هذايا، نعمل له أدابتاسيون تونسية سكرية. حكيت مع المنتج متاعي أحمد عطية الله يرحمه توفى، أين نقرأ الفاتحة؟ ومشينا لمصر، قابلنا منتج كبير مصري اسمه حسن القلة من أصل فلسطيني، وافقنا على عملان الفيلم إلى آخره، لكن ثم سوء تفاهم ما كناش فاهمينه. إحنا ماشي في بالنا فيلم تونسي، وهما ماشي في بالهم فيلم مصري. بعتلي قالنا شكون باش تاخذوا سيناريست وديالوجيست؟ قلنا له لا، أنا مش نعمل وحدي سيناريو وديالوج والإخراج، وشخصياتي مش تكون تونسية والأحداث تمر في تونس. قال لا، احنا ما ندخلوش في اللعبة هذه، احنا ننجو لسوق مصرية، وسوق المصرية تتطلب لغة مصرية. هما ما يقولوش مصرية، قولوا اعملوا بالعربي، العربي عندهم هو المصري. كي نعملوا فيلم بالتونسي ماهوش بالعربي هذاك، اما كي تعمل فيلم بالمصري عندهم هو بالعربي. الحق تم فيلم تعمل مثلا فيلم نسيت حصلوا طلبوه في مصر، عملوا له سوتيتر بالعربي، بالمصري او بالعربي. بون، وبعد ما عملت الفيلم الاول، كل فيلم بالنسبه لي انا كانت حرب مع السلطه ومع الرقابه. كل فيلم ناخذوهم واحد واحد، ما نحبش نطول عليكم خاطر الوقت مضبوط، فكرني في الوقت خاطر مانيش قريب. اي كانت حرب يوميه، يعني تعلمنا. اذا كان تحبوا تعملوا سينما انا نشجعكم للاخر، باش نقول لكم شنو، نعطيكم بعض فكرات. تعلمنا كيفاش الواحد الترافاي دون لادفيرسيتي، باش تخدم وتقدم وتعرف اللي الناس اللي ضدك قوية برشا. في وقت من الأوقات أنا مسافر لصفاقس مع لجنة ثقافية، ومعايا مسؤول في الوزارة ما نعرفوش، واللي نصحاب قلت له بالله توقل لي علاش تعطيني دعم وبعد لجنة الرقابة ترفض الفيلم كل مرة، وتحبوا تقصوا وتحبوا كذا، وهو اللي موجود في السيناريو اللي أعطيته الدعم. قال نحبوا الحشيشة متاعك، حشيشتك باهية. ما فهمتاش أنا باو مي طريقة أنه هو إلي أمبيغو، هو إلي سكيزوفرين بتاتر كم لا بلبار دي تونيزيان، على فوا يحب يتفرج في عصفور السطح وبعد يمشي يقول لا عيب عاد، ويعاود يشوف عصفور السطح لا عيب ما يجيش منه الفيلم هذا، مش الأمة طلب باش يشوف عصفور السطح. بعد تالي قالوا لا عيب ما يجيش هذا ما هوش متاعنا، وبعد قالوا بربي عاودوا عديوه لنا. بالحق هذا بالحق كلام. لا معناتها كان نبداو بالطريقه هذه ما عادش تفهم حتى شيء. معناتها كيف يقرا السيناريو الشيخ بيه، وبعد تالي كيف يجي قدام الجمهور التونسي يولي ولو تصور ولو يخوفوا. اذا كانكم تحبوا تعملوا السينما ونشجعكم، وانا حسب رايي
الفن مهما كانت مهما كان هذا الفن هو مش يكون من الأشياء اللي باش تدعم الشعب التونسي باش أبناءه ما تمشيش للإرهاب. احنا صراعنا ضد الإرهاب راه مش كيما الأوروبيين. الأوروبيين خايفين على قبل توا تبدلوا بالليبر اللي يمشيوا لسوريا تبدلوا كانوا يكافحوا بالنسبة لهم الحرب أمنية باش الأوروبيين ما يتمسوش بالقنابل. احنا صراعنا باش صغارنا ما يوليوش قنابل. صراع مختلف. علاش يولي قنبلة؟ علاش؟ على خطر لقى فراغ. ما قاش نولي عوض له الفراغ، ما قاش نولي يملا له حياته. أنا بالنسبة لي الفنون، وذاك علاش نشجع كل ولي أنه صغاره يدخلهم يشاركوا من الصغرى في أي فن ممكن، ينجم يكون في الصورة، في الموسيقى، يخدم على آلة، في نوادي السينما، في سينما الهواة، في البانتور، في سكولتور، في أي شيء، في الدانس. هذا الكل يعاون ويدعم أنه باش يبني هو من وقتها عالم داخلي متاعه اللي ما هوش عالم متاع تكفير ومتاع قتل. عايشك سنوري، ميرسي بوكو.